بقول لحضراتكم بيسعى جاهدا النهارده ان هو يهرب من القاع، وبيحاول ان هو يحقق اول انتصار ليه بعد ما غابت عنه الانتصارات طوال ال9 لقاءات الماضيه. دي مره تانيه تسديده حلوه، جول 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 جول. ريكو ريكو في الدقيقه التانيه بيطلق صاروخ لا يصد ولا يرد. شفنا فرصتين بهدفين بيروحوا من النادي الاسماعيلي. وادي بص شوف الحكايه، بص شوف السهم، السهم من صلاح ريكو. كوره يا ولد يا ولد يا ولد، تسديده لا تصد ولا ترد، تفتتح بيها اتحاد الشرطه التسجيل. بص شوف الكوره رايحه فين، كوره كوره في منتهى منتهى القوه، ورصاصه رصاصه من صلاح ريكو. ركنيه رقم 3 خالد الغندور هينفذ الركنيه، وبيتقدم دايما في الكرات الثابته قلوب الدفاع وكل اللاعبين اصحاب القامات العاليه. هنشوف تتلعب على طول على القائم الاول، وادي اللمسه، جول 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 جول. هدف تاني، هدف تاني يؤكد ويدلل الكلام، يؤكد ويدلل الكلام ان الشرطه النهارده شرطه، وان الشرطه موجود وجاهز وحاضر ومش هايب الموقف. وادي الركنيه، وادي اللمسه، اللمسه الراسيه على طول من على القائم الاول. لمسه حلوه جدا جدا من مين؟ من اجوجو. اجوجو على طول بلمسه راسيه مخطوفه من على القائم الاول، يحطها في الركن البعيد الهادي لمحمد صبحي. لمسه لا تصد ولا ترد. ركنيه لمصلحه النادي الاسماعيلي، تتلعب على طول في القلب، وادي اللمسه، وادي المتابعه، جول 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 جول. شوقي السعيد، شوقي السعيد بيذلل الفارق في الدقيقة 64 بعد متابعة من الركنية. كنا تملي بنقول عايزين استثمار للركنيات، شفنا هدف لاتحاد الشرطة، وادي شوقي السعيد بيعمل متابعة جيدة. تايجر النادي الإسماعيلي بيدرك الهدف الأول للنادي الإسماعيلي في هذا اللقاء، ويعيد الأمل والإضاءة والإنارة للدراويش في ملعب الإسماعيلية في الدقيقة 64. لكن مباريات مجنونة، 2 ثم 2-1 ثم ركلة جزاء وحوار على بعد 11 متر ما بين مروان محسن صاحب ال5 أهداف والحارس عصام سعد. داخل مروان وبيحط جول 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 جول. بيعود مروان محسن، بيعود للتحليق بالدراويش في ملعب الإسماعيلية مشاهدينا في الدقيقة 85 بعد تنفيذ أمثل رغم توقع عصام سعد، ولكن فيها قوة، فيها قوة وفيها توجيه علشان يضيف هدف الثاني ويشعل السعادة والحماس والفرحة والرغبة على بدلاء النادي الإسماعيلي وعلى